الرئيس السيسي يحذر من محاولات التشكيك في إنجازات الدولة. الرئيس العراقي برهم صالح يقول إن رئيس الوزراء وافق على الاستقالة ويعلن إجراء انتخابات نيابية جديدة. ورئاسة لبنانية تؤكد رغبتها في تشكيل الحكومة سريعا، والمتظاهرون يفتحون معظم الطرق المغلقة. الخامسة مساء الثالثة بتوقيت غرينتش، موجز اخباري جديد ياتي حضراتكم من القاهرة، اهلا بكم. توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالشكر للقائمين على انشاء مصنع الغازات الطبية وفوق اكسيد الهيدروجين الجديدين والتابعين لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، وذلك بأبو رواشة. وخلال افتتاحه للمصنعين رحب الرئيس السيسي بالشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية، كما دعا السيسي إلى إدراج كافة الشركات التابعة للقوات المسلحة وشركات قطاع الأعمال في البورصة لتمكين المواطنين من الاستفادة من الأرباح التي تحققها مشروعات هذه الشركات. قال الرئيس العراقي برهم صالح أن رئيس الوزراء أبدى للكتل البرلمانية موافقته على تقديم الاستقالة شريطة عدم حدوث فراغ دستوري. وخلال كلمة لها أعلن صالح إجراء انتخابات مبكرة، وأنه سيقدم الأسبوع القادم مشروع قانون لتشكيل مفوضية جديدة للانتخابات. وأكد صالح على أن الأحداث التي شهدها العراق تؤكد على أهمية حصر السلاح في يد الدولة وحدها، مشيرا إلى إحالة كل ملفات الفساد للقضاء وذلك للبت فيها. أكد تيار الرئيس اللبناني ميشيل عون أن الأخير لا يرغب في استمرار حكومة تصريف الأعمال لفترة طويلة. يأتي هذا بينما أخلى المتظاهرون الطرق الرئيسية والفرعية في عدد كبير من المناطق اللبنانية امتثالا لأوامر الجيش والقوى الأمنية. وكان الجيش اللبناني قد نفذ انتشارا كثيفا في معظم المحافظات، لا سيما في بؤر التوتر ومحيط نقاط تمركز الاحتجاجات في العاصمة بيروت. طالب قائد قوات سوريا الديمقراطية قصد مظلوم عبد الولايات المتحدة بأن توفي بالتزاماتها وتقوم بواجبها تجاه القوات التركية التي لم تلتزم باتفاقية وقف إطلاق النار والمبرمة مع واشنطن. وقال قائد قوات سوريا الديمقراطية في تدوينة نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن تركيا والمجموعات التابعة لها بدأت باحتلال القرى المسيحية وتحاول اقتحام بلدة تل تمر ذات الأغلبية الأشورية. وكانت مصادر سورية قد أشارت إلى أن قوات سوريا الديمقراطية نجحت في استعادة السيطرة على 5 قرى من الاحتلال التركي والفصائل التابعة له. انطلقت أولى جلسات دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي بمقر الجامعة العربية. وخلال الجلسة أكد رئيس البرلمان مشعل بن فهم السلمي أن دور الانعقاد الحالي سيكون حافلا بصدور العديد من القوانين العربية الموحدة والاستراتيجيات والوثائق وخطط العمل والرؤى البرلمانية. للمزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإخباري extranews.tv. إلى اللقاء.